السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في منوعات ريحانة الجنة. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله سوبيا الأرز. طبعا احنا عارفينها أو عارفين الرحماني، وسوبيا الرحماني كلنا بنجيبها وبنحبها، وفي ناس كتير مش عارفة سر عمايلها. إن شاء الله النهاردة هنعرف مع بعض سر عمايل سوبيا الرز. أول حاجة زي ما احنا شايفين بحتاج كوباية رز، أي معيار عندي، أي كوباية بجيبها وبغسلها وبنقعها في 4 كوبايات مية. بنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها الرز بعاير بيها المية، كوباية رز عليها 4 كوبايات مية، وبنقعهم لمدة ساعة. وبجيب معلقتين جوز هند ناعم أو خشن براحتي، وبحطهم عليه وبسلقهم مع الرز. أحط جوز هند على الرز وهسلقه معاه. هولع الرز لحد ما يغلي، أول ما يغلي أبقى واخدة بالي منه وأقف جنبه وأقلبه، علشان مش عايزة يعمل حكاكة زي الرز العادي. لازم اقعد اقلب فيه عشان كله يبقى متجانس مع بعضه وما يلزقش من تحت. وهنشوف مع بعض ان شاء الله النهارده واحنا بنسويها الطريقه بتاعتها الصحيحه. زي ما احنا شايفين الرز بتاعنا بدأ يغلي اهو، هنقلبه بقى كده على طول مع بعض، يعني عشان ما نسيبوش يلزق او يعمل حكاكه من تحت. عايزاه يبقى كله من فوق زي من تحت، سمكه واحد. وهسيبه، هبقى واخده بالي منه، واقفه جنبه واخده بالي منه، هغطيه كده واسيبه، وهعمل غطا بميل كده علشان ما يفرش مني على البوتاجاز لحد ما يخلص خالص. وهنشوف مع بعض الخطوه اللي جايه ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الرز بتاعنا بدا يتقل خالص اهون، والرزايه استوت تماما، بقت طريه قوي. هضيف السكر طبعا حسب الرغبه، انا مبدئيا هحط 6 معالق سكر، وهقلبهم كويس واسيبهم حوالي دقيقة بس كده يغلي مع بعضه، علشان السكر ساعات يخلي الحاجة طرية شوية، فانا هسيبه يغلي كمان شوية. وبقلب اهو زي ما احنا شايفين، مش لازق من تحت ولا حاجة اهو خالص، لازم مش لازق خالص اهو. لازم التقليب المستمر عشان ما تلزقش مني، عشان تدينا النتيجة الحلوة اللي انا عايزاها. هسيبها كده حوالي دقيقة او دقيقتين وهرجع ابص عليها تاني. نشوف كده بعد ما عدى دقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده القوام بتاعي تقيل اكتر اهو، هطفي عليها بقى خلاص، وهسيبها كده حوالي ساعه قبل ما تبرد خالص، يعني مش هتصرف فيها في اي حاجه الا ما تبرد خالص، بعد كده هنضربها في الخلاط. ده الخليط بتاعنا، السوبيا بتاعتنا بعد ما بردت خالص زي ما احنا شايفين القوام تقيل قوي اهو زي ما احنا شايفين. الرز بيختلف من نوع للتاني. انا سويت الرز بتاعي ده ب6 كوبايات ميه، يعني بعد ما حطيت 4 كوبايات لقيت ان الرز محتاج ميه، فزودت كمان 2 كوبايات ميه، لان في انواع رز بيبقى فيه رز ناشف ما بيستويش بسهوله، محتاج ميه اكتر. فانا كده معايا المج الرز خد 6 كوبايات ميه. هجيب كوبايه لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب رشه فانيليا بسيطه، اقل من ربع معلقه فانيليا. وهجيب معلقتين جوز هند، ولو في حد فينا بيحب الجوز هند شرايح او الزبيب بنضيفه ليها عادي، بس بعد ما نضربها في الخلاط. وهقلب كده الخليط معايا كويس. زي ما احنا شايفين القوام اهو، بس يعني قوام تقيل شويه، فعايزه اخفه شويه عشان لما تضرب في الخلاط تبقى سهله، فاضيف لها 1/2 كوبايه ميه وهشوف. هقلب برده وهشوف، لو لقيت لسه تقيل هضيف تاني حبه ميه. كده زي ما احنا شايفين القوام معانا لسه تقيل برده، فهضيف كمان 1/2 كوبايه ميه وهقلب وهشوف السمك شكله ايه. كده القوام بتاعي بقى كويس، يعني يبقى سهل ان احنا نضربه في الخلاط. طبعا في الاول انا قلت السكر حسب الرغبة، انا ضفت كمية مبدئية كده من السكر عشان تستوي مع الخليط بتاعي، وبعد كده بدوق بقى شوف السكر بتاعي، لو كان مظبوط تمام، مش مظبوط بزود سكر على حسب ما انا بحب، واحطه معاه في الخلاط وهو بتضرب. هفضي المكونات بتاعتي في الخلاط وهضربها. ادي الشكل بعد ما ضربتها في الخلاط. هجيب بولة زي دي كده هفضي فيها المقدار بتاعي، وهكمل ضرب، يعني انا بضرب المقدار على مرتين علشان بس يبقى سهل في الخلاط، ما يبقاش الكمية كبيرة عليه.
بعد ما خلصت ضرب المقدار بتاعي كله في الخلاط، شايفين طبعا القوام، القوام بتاعها تقيل قوي وفيها اللي هي المطة كده اللي احنا عارفينها. هشيلها في الفريزر حوالي ساعتين. لما الاقي الحوافي من هنا كده الحروف بتاعت البولة دي بدأت تتجمد، هبتدي اقلبها كده واقلب فيها واجيب اللي اتجمد ادخله لحد ما احس ان هي بقت متلجة جدا. بعد كده هخرجها واعبيها في الاطباق واقدمها ان شاء الله. احنا بعد ما خرجناها من الفريزر القوام بتاعها تقل اهو زي ما احنا شايفين، ده القوام اللي احنا عايزينه. يعني احاول اجيب لكم، مش عارفه اجيب الصوره ازاي، اهو القوام تقيل. ابتدي بقى افضيها في الاطباق بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بقى ازينها، بزينها بالقرفة او بجوز الهند شرايح او جوز هند عادي او زبيب، اي حاجة انا بحبها بضيفها عليها. كده انا خلصت الاطباق بتاعتي بعد ما زينتها بالقرفة، وبرضو قلت التزيين حسب الرغبة، لو بنحب زبيب او اي اضافات تانية مفيش مشكلة. احب ايه اضيف معلومة برضو بسيطة، لو في حد بيحب السوبيا المززة، انا بستغنى عن السكر وبستغنى عن جوز الهند، ما بضيفش فيها لا سكر ولا جوز هند. في الاخر خالص بعد ما بضربها في الخلاط بحط على الكمية اللي انا عملتها دي اللي هي كوباية الرز، بحط عليها معلقة كبيرة ملح ليمون وبقلبها فيها كويس جدا، وبحط معاها كوباية زبادي بتديها طعم المزازة. ودي الطعم ده بيبقى زي اللي جاي من بره بالظبط. طبعا عاملينها في البيت حاجة نظيفة وموفرة جدا جدا، لان بره احنا عارفين ان بتتباع غالية قوي قوي ازاي، وسهلة قوي مبتاخدش وقت خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.